بندر عن المعادلة النسائية في انتخابات المجلس البلدي، فلها وزنها خاصة في شقها الانتخابي الذي يتفوق عددا عن الترشح. يختلف المحللون في فهم هذه الظاهرة، لكن الإجماع بين في أن العنصر النسائي بدأ يفرض حضوره في الأداء والإدارة في المجلس، وصوتهن كثيرا ما يكون هو الفاصل. منذ أن نالت المرأة حقوقها السياسية عام 2005 وهي تساهم إلى جانب أخيها الرجل في وضع رؤية وطنية واستراتيجية وتشارك بجدية في القضايا التي تهم المجتمع، كما تشارك في عملية صياغة القرارات الوطنية في كافة المجالات، كما أن المرأة تقلدت الكثير من المناصب الإدارية المتقدمة والسياسية. بكل صراحة حماسة وبكل فخر وبكل سعادة أن أنا أنتخب طبعا عيالنا في المجلس البلدي، وهذا طبعا يشكل لي مثل ما قلت لك فرح وأمل كبير في إن شاء رب العالم أن الكويت دائما وأبدا في دائما في تطور وفي سعي إلى أن احنا نكون بالأفضل. أكيد المرأة لها دور مهم في هذا العمل عقب ما نالت حقوقها وشرع لها الدستور، فأكيد انتخاب الشخص المناسب للمكان المناسب هم مسؤولية وذمة وضمير. لا تقل أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية عن مشاركة الرجل، كون المرأة جزءا من المجتمع تتفاعل مع قضايا الرأي العام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء بحضورها الندوات وورش العمل وبالكتابة عنها في الصحف والمجلات وفي المواقع الإلكترونية. صوت المرأة هو المؤثر في النتائج، فعلشان كذي نحمل على عاتقنا مسؤولية التغيير إلى الأفضل، فعشان كذي نحرص أن نحضر في جميع المشاركات اللي تكون فيها أصواتنا مؤثرة. طبعا فخورين أن المرأة نالت حقها الانتخابي وتمارس هذا الحق بكل أريحية ومن غير أي ضغوط، وقاعد نشوف الحين شلون الإقبال، وحريصة على أن تمارس المرأة هذا الحق. وتأتي المشاركة السياسية للمرأة ترشحا وانتخابا لتشكل عاملا حاسما في الانتخابات البرلمانية والبلدية، فالمرأة لها الحق في التعبير عن رأيها وإيصال صوتها، وقد ضمنت بنود الدستور المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.